رحبوا معي مشاهدينا بالسيد إبراهيم الحمادي. أستاذ إبراهيم نورتنا، أهلا بيك معانا ككفاءة إماراتية داخل دولة الإمارات، تحديدا داخل مدينة أبوظبي. النور نورك. وفي البداية أنا أحب أني أشكركم على حضوركم اليوم. بالعكس، شرف لينا أستاذ. شركتنا وأنكم تستعرضون الأشياء اللي موجودة عندنا، وهذا ندلدل على اهتمامكم الكبير في الكفاءات الوطنية أو الكفاءات بشكل عام في داخل الدولة. بالعكس، شرف لينا، وده دورنا ان احنا نعرض الكفاءات. شكرا على تلبيتك الدعوة، وشكرا ايضا على دعمك برنامج كفاءات الامارات. خلينا في البداية قبل ما نتكلم عن جريس اوشن نتكلم عن السيد ابراهيم في نقاط، او خلينا نقول في مراحل حياتية. من هو ابراهيم الحمادي وكيف كانت بداياتكم العلمية والعملية؟ ابراهيم الحمادي، طبعا الاسم ابراهيم الحمادي مثل ما ذكرت، هي عمري 33 سنة. درست في البداية عندي دبلوم في بزنس اي تي، ومن بعدها كملت دراستي في دراسة الماجستير في الهندسة اللوجستية. ومن بعدها فضلت اني انا اتجاه البزنس، ان تكون عندي شركتي الخاصة فيني، يكون عندي مصدر دخل انا اللي اشتغل عليه واعتمد فيه بنفسي. ممتاز. طب السؤال، حضرتك دارس للهندسة وحاصل على ماجستير في الهندسة، مصبوط؟ نعم. ليه ما كملتش في مجال الهندسة واتجهت للبزنس، وخاصة ان مجال البحر عامة بشكل عام هو بيكون له هواته؟ انت احد هؤلاء الهواة، احكي لنا كيف جات التجربة وكيف خدت هذه التجربة، خاصة زي ما قلنا في المقدمة انك خدت في الوقت صعب وهو وقت كورونا. صحيح. في البداية نحن موجودين في منطقة القرم الشرقي. ممتاز. احدى محميات امارة أبوظبي، واللي انا دائما احب اني ارتاد لها باستمرار. مثل ما تشوفين المنطقة جدا طبيعية، في اشجار القرم، في البحر. فهذه من المناطق المميزة في امارة أبوظبي، وحتى المنطقة تستقطب عدد من مو بسيطة من السواح اللي يجون يرتادون المنطقة هذه. فأنا من الناس اللي يستمتعون في الرياضات البحرية، وأحب أني أنا أرتاد للمنطقة هذه بحيث أني أنا أستمتع، مرات أسترخي، مرات أني أنا أمارس هواياتي البحرية في المنطقة هذه. فالبدايات كانت في كورونا مثل ما ذكرتي، وهو التحدي الكبير اللي أنا خطها أمانة. طبعا خاصة في مجال زي مجال حضرتك كمين، يعني في كورونا الأنشطة وقفت. طبعا. فأنا فقط جانب كبير من الهوايات اللي أنا أحب أمارسها باستمرار. فهذا اللي أعطاني الشغف أني أنا أنشئ الشركة هذه في المكان اللي أنا أحبه. واو، ممتاز. الشركات وقتها كانت كلها مسكرة، وأنا أحب المنطقة هذه، وهني بدت فكرة أني أنا أنشئ الشركة. لأن في وقت كورونا كان في تحديات كبيرة أمانة لجميع الشركات أنها تستمر ولا توقف ولا. فهذه التحديات أعطتني أنا فرصة. دائما حتى يقول لك التجار ولا المستثمرين يطلعون من الأماكن الضيقة أو المشاكل، في مشاكل فهم يتواجدون في المشاكل هذه ويخلقون الحلول اللي تناسب. كل المتواجدين داخل دولة الإمارات، خاصة أولادها اللي تعلموا من شيوخها وتعلموا من الثقافة داخل هذه الدولة، كيف نواجه التحدي والمستحيل ونصنع منه إبداع. صح. فهذا هو تماما اللي أنا شايفاه من حضرتك. يعني كيف أخذت الخطوة، وهل كانت هناك مخاوف أنك تنشئ هذا النوع من البزنس خاصة فترة كورونا، وكيف حولت هذا التحدي إلى مشروع على أرض الواقع؟ أمانة أنا في وقت كورونا يعني استشرت ناس، أصدقائي، أهلي على موضوع البزنس، فالكل كان متخوف من موضوع كورونا، أن كيف راح تعود الحياة من بعد كورونا. لكن أنا كان عندي إيمان، وكانت عندي ثقة أن الناس متعطشة لأنها ترجع للحياة الطبيعية، أنها تمارس نشاطاتها من بعد الإنغلاق. صحيح.
فكان عندي إيمان وكانت عندي ثقة، والحمد لله خطيت الخطوة الأولى وقلت أنا لازم أني أنشئ لي الشركة هذه وأنا أستمتع. وأنا من أول حتى دائما يوم أي أمارس الرياضة هني أحب أن الناس تمارس الأشياء اللي أنا أمارسها وتستمتع بالأشياء اللي أنا أستمتع فيها. فمنطقة جميلة مثل هذه يعني دائما أنا أشجع وأحث وأخذ بيدين الناس أنهم يجون ويستمتعون في الأجواء الجميلة هذه. يعني حتى أنا مرات يوم أني أراوي أصدقائي ولا ربعي الأماكن اللي عندنا دائما يقولون إبراهيم هذه أوروبا، أقول لا هذه عندنا في البرازيل. أنا حقيقة قبل اللقاء أنا كنت بتكلم مع فريق الإعداد، وللأمانة يعني أنا رحت كذا مكان أو شاطئ داخل أبو ظبي، بس هنا أنا حسيت في نوع من أنواع الهدوء والاسترخاء كبير جدا، فبرافو على اختيارك المنطقة. كمان خلينا بقى نعرف السادة المشاهدين أكتر عن جريس أوشن، من هي؟ ماذا تقدم للعملاء أو المستفيدين؟ شركة جريس أوشن للرياضات المائية شركة مختصة في الرياضات المائية، والرياضات المائية مثل ما نحن عهدناها في الشركات ككل اللي هي قوارب للإيجار اللي هي التورنج، أخذت في جولة لمدة نص ساعة أو ساعة أو على حسب الطلب، وفي الرياضات المائية اللي هي مثلا الدونات تيوب، البنانة تيوب اللي هي اللي تنسحب وراء القوارب. فهذه الأشياء اللي متوفرة عندي، لكن أنا كان عندي توجه مختلف نوعا ما، وهذا من ضمن التحديات اللي أنا أصريت أني أنا أخلق وأجيب شيء جديد مش موجود عندنا في الإمارة. فأنا جبت القوارب الكهربائية. القوارب الكهربائية كلمني أكثر عنها. القوارب الكهربائية هي قوارب مصممة لشخصين إلى ثلاث أشخاص هم يسوقونها بنفسهم. حلو كثير. فالشخص يكون كابتن القارب وينطلق في رحلة مع أصدقائه مع أهله، يخوض تجربة أنه يدخل في الطبيعة هذه اللي موجودة في المنطقة هذه بنفسه من دون كابتن ومن دون. ممتاز. طب دوركم أنتوا كشركة بقى إزاي بتؤمنوا هذه الرحلات وإزاي بتتبعوا هذه الرحلات بالقوارب الكهربائية؟ القوارب الكهربائية هي قوارب صغيرة يعني سرعتها معتدلة، لا هي سريعة ولا هي بطيئة، بحيث أنه يكون في نوع من السيفتي اللي يستعملون القوارب هذا لسلامتهم. فالقوارب يعني جدا مؤمنة، القوارب استخدامها وسواقتها جدا بسيطة يعني مش معقدة وما تحتاج حتى ليسن لأن سرعتها جدا بسيطة. ممتاز. والشخص ممكن أنه يستمتع يكون عنده خصوصيته، لأن في ناس كثير مثل ما تشوفين في المنطقة هني الكاياك متوفر بكثرة، لكن في ناس بيون يسترخون ما يبغون الرياضة كرياضة. فنحن نوفر لهم انهم يستمتعون وهم مرتاحين من دون اي جهد. ممتاز. في نفس الوقت نجيب شيء يتماشى مع الطبيعة، فالمكاين الكهرباء صديقة للبيئة. صحيح. فهذا كان من ضمن الاشياء اللي انا حرصت عليها شخصيا.
الأنشطة اللي بتقدموها؟ هل بتعملوا أنواع معينة من الرحلات؟ كلمني أكثر عن كل الأكتيفيتيز الموجودة. طيب نحن بخبرك عن الأشياء اللي نحن نتميز فيها في غريس أوشن. حلو. نحن وفرنا بعض الباكجات والعروض الخاصة للمناسبات. على سبيل المثال نوفر الأفترنون تي على البوت على القارب. الأفترنون تي. حلو. اللي هو شاي الظهيرة. مدلع عملائك أستاذي. جدا. فالناس تطلع والأكل الستاند أمامهم من المأكولات والمشروبات ويطلعون ويستمتعون في وجباتهم في الأجواء الباردة في الأجواء الطبيعية. أيضا نحن نوفر مثلا إذا عندهم مناسبات خاصة مثلا مناسبات أعياد الميلاد نوفر الباكج كامل من الكيك إلى الأكل إلى المشروبات إلى الديكوريشن اللي نحن نسويها بنفسنا. فما على الشخص إلا أنه يحدد شو المناسبة اللي عنده سواء كانت عيد ميلاد مناسبة زواج أو ذكرى زواج أو مناسبة حتى تخرج من الجامعة أو المدرسة. فعليه أن يحدد شو المناسبة اللي عنده ونحن نوفر الأشياء من الـ A to Z عليه أن يستمتع. فهاي الخدمات اللي تميز غريس أوشن. ممتاز. أرقام التواصل الخاصة بغريس أوشن موجودة على الشاشة. عرف أستاذ المشاهدين أين مكانكم تحديدا داخل أبو ظبي. بإمكانهم يتواصلون عن طريق حساب الشركة على الإنستغرام grace.ocean.ae أو عن طريق أرقام الهواتف. ممتاز. موجودة على الشاشة. طيب خلينا نتكلم بقى عن نقطة مهمة جدا وهي بتهم أي رجل أعمال أو صاحب بيزنس أو حلال خلينا نقول، وهي نقطة اختيار فريق العمل. طبعا حضرتك بحكم طبيعة حياتك أو شغلك أكيد مش رح تكون متوافر 24 ساعة أو وقت الدوام الكامل، وده بيخليك تعتمد على تيم وورك ولازم يكون ليهم قدر من البروفيشناليتي وقدر من الاحترافية. كلمني عن فريق العمل الخاص بحضرتك من حيث عددهم وعلى أي أسس قمت باختيارهم. فريق العمل يتكونون تقريبا من 5 إلى 10 موظفين. ممتاز. ما بين ناس تشرف على التنظيم استقبال العملاء وما بين ناس إداريين اللي هم يستقبلون مثلا المكالمات الحجوزات. أمانة حرصت أني أنا أجيب فريق عمل ذو كفاءة. نحن نستقبل ناس يحبون أن يحصلون على أعلى معايير من الجودة في تقديم القوارب من حيث النظافة من حيث ترتيب ديكوريشن من ناحية. فأنا يوم بقدم شيء لاكجري فلازم مني أنا أوفر فريق يقدرون أنهم يلبون المتطلبات والاحتياجات اللي يطلبها الزبون. فعندي موظفين عندهم شهادات جامعية وعندي موظفين عندهم مؤهلات مثل ما شفتي. عندي حتى موظفة بريطانية حيث أن أغلب الناس عندي سواح كثيريون ويحتاجون اللغة ويحتاجون أن يكون في تعامل سلس ومرن ولغة مفهومة للجميع وتعامل يعني يرضي جميع العملاء. فحرصت أني أجيب يعني فريق عمل مؤهل أمانة. ماذا عن المستقبل؟ رؤية حضرتك المستقبلية خلينا نقول خلال 3 أو 5 سنوات القادمة. طبعا أي شركة محتاجة أنها تتوسع ومن فرع إلى فروع، وهذه أمنية وإن شاء الله أني أحققها وأني أجتهد والله يوفقني في الأخير في أني أوصل للطموح اللي أنا أبغيه. اليوم غريس أوشن انطلقت في المكان هذا من القرم الشرقي وصار عندنا ولله الحمد توسع وفتحنا فرع في ياس بي اللي هي من أجمل الواجهات البحرية في إمارة أبو ظبي. فخططنا المستقبلية أن نحن نكون متواجدين في أكثر من إمارة ونكون موجودين في أكثر من دول على مستوى خليج. لو أردنا منك رسالة شكر لحكومة أبو ظبي تحديداً ولحكومة دولة الإمارات على التسهيلات اللي بتقدم خاصة لرجال الأعمال. للأمانة أنا أتوجه بالشكر في البداية إلى أصحاب السمو والشيوخ من مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد طبعاً رحمة الله عليه اللي كان
كانت نقطة الانطلاقة لدولة الإمارات، واللي من بعدها بدأت المشاريع وبدأت الاستثمارات في الدولة، وهذا أعطانا الدافع أن نحن ننشأ تجاراتنا الخاصة فينا، استثماراتنا الخاصة فينا، ونحن نشتغل ونحاول نحن نقوم بالنهضة هذه، نساعد في النهضة هذه حتى لو بالشيء البسيط. فاليوم نحن حتى نحاول من خلال الشركات اللي ننشئها نحن كشباب نحن نرد بعض مردود بسيط للدولة. فنحن نشكر، أنا أشكر الشيوخ وأشكر المسؤولين والجهات الحكومية اللي قائمة على التسهيلات اللي تقدمها للشركات، والدعم اللامحدود للشباب اللي يبغون يدخلون لمجال التجارة والبزنس. بمناسبة اليوم الوطني أنا أحب أني أهني الإمارات حكومة وشعب ومقيمين على هذه الأرض الطيبة بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات. والدرس اللي تعلمته من زايد رحمة الله عليه أبونا في مرة من المرات ذكر في لقاء قال الرجال هي اللي تصنع المصانع، المصانع ما تصنع الرجال. صحيح، نعم. فإن شاء الله نحن أبناءها نكون نحن الرجال اللي تصنع المصانع في دولة الإمارات وفي العالم ككل. لو سألتك عن حلم لم يحققه إبراهيم بعد وتحب أن أنت تشارك بيه العين اللي بيشاهدوا الحلقة؟ أمانة الأحلام ما توقف طبعا، وكل مرحلة من مراحل العمر لها أحلام خاصة، والمرحلة اللي بعدها لها أحلام يمكن أنا ما أعرفها للحين، لأن دائما الإنسان في فترة من الفترات اللي هو في عمر معين عنده أحلام ما يمكن يحققها، يمكن يغيرها على حسب المعطيات الموجودة. فأنا ولله الحمد مثل ما ذكرت أسست الشركة هذه وعندي عدة شركات، ففي المستقبل دائما أحب أن أكون ناجح، أكون متوفق من الله سبحانه وتعالى بدعم دولة الإمارات وحكومة دولة الإمارات، وبدعم الأصدقاء اللي حولي، وما أنسى بدعم الوالدين. رح نتكلم في هذه النقطة، وده كان يمكن سؤالي لحضرتك، ودان بدأنا بالشكر رح ننهي لازم لقائنا بالشكر. أستاذ إبراهيم الحمادي، لو هناك أشخاص في حياتك أنت الخاصة يستحقوا منك كلمة شكرا وهم بيروا البرنامج وبيسمعوا صوتك الآن، ماذا تقول لك؟ أشكر كل شخص وقف مع إبراهيم الحمادي، ساعد إبراهيم الحمادي سواء بكلمة، باستشارة، بنصيحة، بحضور، بأنه يكون جزء من الزباين اللي يو بعلمي ولا من دون علمي، دعاء الوالدين، الأخوان، الأهل، أشكر الجميع أمانة. الإنسان يعني من دون الناس اللي حوله يمكن ما يقدر يصنع شيء، لكن دائما التفاف الناس هو يعتبر الداعم الأول والرئيسي لكل نجاح. صحيح، كل الشكر والتقدير منا أيضا كفريق عمل برنامج كفاءات الإمارات لكل أصدقائك وكل من ساندك، والشكر الخاص بالتأكيد بيذهب للوالد والوالدة، نحن اللي بنتشكرهم. الله يسلم، شو شكر موصول لكم، أنتوا جزء من النجاحات اللي نحن نحققها أمانة. دائما تدعمون الكفاءات وين ما كانوا، فهذا الدعم يعني تشكرون عليه.